كمان شهد دكتور خالد فهمي وزير البيئة واللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي توقيع عقود تصنيع معدات المخلفات وتطوير مصانع التدوير بمحافظات كفر الشيخ والغربية وقنا وأسيوط والتي تقع ضمن نطاق عمل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات. التوقيع كان بحضور ممثل كل من الاتحاد الأوروبي والسفارة الألمانية والسفير السويسري وعدد من أعضاء مجلس النواب ومحافظي أو محافظي كفر الشيخ والغربية وقنا وأسيوط. احنا واخدين 3 محافظات هنطور فيهم مصانع تدوير المخلفات الموجودة في الغربية، في دفرة والمحلة الكبرى، وفي كفر الشيخ بيلة وسيدي سالم، وفينا في نجا حمادي. احنا الموضوع ده احنا لنا خبرة كبيرة فيه، لنا حاليا في مصر شغال 68 مصنع تدوير مخلفات في محافظات الجمهورية كلها، بيمثلوا تقريبا 90% من المصانع الموجودة. يعني احنا المصانع الحربية مشتركة وبقوة منذ فترة طويلة في هذا الموضوع. احنا داخلين مع وزارة البيئة ووزارة التنمية المحلية في المشروع الكبير اللي هو الطموح اللي بيجري حاليا بشأن تدوير مخلفات، وشاركنا في الشركة القابضة لتدوير المخلفات بنسبة 25%، ومعنا بنك مصر والبنك الأهلي وبنك الاستثمار القومي. عندنا إمكانيات في المصانع كويسة جدا، بنستغلها لصالح هذا المشروع القومي ولصالح المواطن المصري. صغنا نظام جديد مبني أساسا على أن احنا ننشئ منظومة جديدة هدفها إعادة التدوير، يعني هي مبنية أساسا عشان تعيد تدوير القمامة، لأن مش هنقدر وما عندناش أماكن ندفن فيها زبالتنا، والعالم كله ما بيدفنش دلوقتي، فبنقلل الكمية اللي هندفنها يعني لأقل حد ممكن. بناخد الزبالة ونطلع منها يا إما سماد يا إما وقود للصناعة، أو في الأحوال الضرورية تبقى في عملية حرق وتوليد كهرباء. بنحط أسعار للكلام ده ومواصفات تجذب رأس المال ان هو يجي يستثمر. بنخلي رأس المال يتعاون مع الشركات الصغيرة والمتوسطة في عمليات الجمع، ويخشوا مع بعض في تحالف لمناقصات بتطرحها المحافظات بناء على دعم فني من وزارة البيئة، اللي هتحط الشروط وهتحط اشكال الانماط الشروط والمواصفات والعقود، وبتراقب مع المحليات على تنفيذ هذه العقود. بالناحية تانية بندور على التمويل وكيف نضمن ان يكون هناك تمويل كافي لهذه العملية بدون ان احنا نيجي على الناس الاقل دخلا، وبالتالي يكون في توزيع اكتر. فوجدنا اكتر من مورد غير الرسوم، بحيث يكون حصيلة الرسوم ما تكونش تكون موزعة على اكتر من مصدر مش على الرسوم بس. كل مؤسسات الدولة بتشتغل مشاريع مختلفة من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب، المهم في الآخر إن هي من مصر والخير مصر في الآخر، فإن شاء الله كده ربنا يوفق ويبقى وقت العمل الجاد.